بهدف رفد سوق العمل في مدينة حلب بالكوادر المؤهلة والمدربة على الأساليب العلمية والفنية في مختلف المهن والحرف، تم إعادة افتتاح مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء بعد تأهيله وترميمه وتزويده بالآلات اللازمة للتدريب، حيث يقدم المعهد كافة التسهيلات والمتطلبات للمتدربين وبشكل مجاني وأكاديمي عبر التدريب العملي والنظري. نحن المركز هنا عندنا بيقدم دورات للطلاب من أعمار 18 حتى 45 سنة بمختلف المهن المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. التدريب بيتم بشكل مجاني بدون أي رسوم. بالنسبة للطلاب نحن بنقدم لهم الفرصة إنه يتدربوا ويمكن يدخلوا سوق العمل. وفي عنا دروس نظرية، ببدأ بدروس النظرية، في عنا قاعات نظرية مجهزة لإعطاء دروس نظرية، في عنا تعاقدنا مع مدربين أكفاء في مدينة حلب لحتى نوصل الطلاب إلى مستوى عالي من المهنية والحرفية. نحن عم ندربهم بشكل أكاديمي ومنهاج، ضمن منهاج عم ندرسهم، عم بيجوا مدربين كل نهار، عاملين نحن غرف نموذجية صغيرة عم بيقوموا فيها بتدريبات كل يوم بشكل عملي. صار عندهم مهنة وصار عندهم كمان حتى الحالة النفسية لإله، وقت بيكون عنده عمل أو عنده بإيده مهنة بيكون هو كإنسان حاسس حاله إنه هو عايش، فهو له دور في المجتمع. المتدربون في مختلف الحرف أكدوا أنهم اكتسبوا مهارات عديدة وأتقنوا العمل في حرفهم التي اختاروها، رغم أنهم ما زالوا في بداية التدريب الذي يستمر لأربعة أشهر، وبدأوا بالعمل في السوق ليؤكدوا أنه من حمى البلد بالماضي سيبدأ ببنائه. المركز كتير فادني، يعني كان نقلة نوعية كبيرة من أنه ما عندي مصلحة لمصلحة أدخل فيها سوق العمل بشكل جيد إن شاء الله. كتير استفدنا، وبتمنى من كل شخص عاطل عن العمل يجي يسجل بهذا المركز ويتدرب وينطلق لسوق العمل. فرصة عمل ناجحة جدا لحد هلأ. خلال شهر ونص تعلمنا تقريبا 50% من المهارات المكتسبة مشان ننزل على السوق. مركز التدريب المهني يعد نقلة نوعية في رفد السوق بحلب بمختلف الحرف والمهن، ويعد لبنة جديدة في طريق إعادة البناء، حيث تبلغ مساحة ورشات التدريب ما يقارب 2000 متر مربع. مصطفى كوسة، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.